معنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور حسين. ما الذي يميز معركة العفر الحالية عن المعارك السابقة ضد تنظيم داعش في العراق؟ ويعني ما الذي يميز هذه المعركة من حيث الطبيعة العسكرية والطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة؟ هل هي أسهل؟ هل أصعب؟ متى تتوقع أن تبدأ بالفعل المعركة ضد داعش في تل عفر؟ يعني أولا مساء الخير عليكم، مساء الخير على المشاهدين الكرام. حقيقة المعركة هي معركة استراتيجية وحيوية، وتشارك بها القوات العسكرية العراقية من قيادة العمليات المشتركة، والتي تشمل كما ذكرت حضرتك في التقرير بين قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، إضافة إلى قوات الحشد الشعبي، وبالتالي مركب كل القوات، إضافة إلى الإسناد اللوجستي والاستشاري من قبل التحالف الدولي وكذلك القوة الجوية والأجهزة الاستخبارية التي تشارك في هذه العملية. العملية الآن هي قد تكون يعني أنه عملية من الناحية النظرية سهلة، لكن من الناحية الفعلية قد تكون فيها بعض الصعوبات بسبب المتغير الأساسي، وهو وجود المناطق المبنية بصورة كثيفة جدا، وبالتالي القتال تعلم في المناطق المبنية كيان داعش الإرهابي يجيد القتال فيه، وهو عدو شرس ليس بالعدو السهل، لكن بالمقابل قوات جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المشتركة الأخرى ستكون فعالة جدا في القضاء عليه بصورة فعالة من خلال استخدام المحاور ومن خلال استخدام قصف العقد الاستراتيجية التي بدأت الآن القوات الجوية العراقية وقوات التحالف الدولي بضرب الأهداف الحيوية التي يمتلكها كيان داعش الإرهابي داخل المدينة، والتي الآن بدأ يحرم من استخدامه، وهذا تطور، إضافة إلى الترامي ما بين تل عفر والمناطق المحيطة به من حيث القرى وكذلك المناطق التي تشمل العياضية، وكذلك بالمقابل المناطق المترامية باتجاه نعم. يعني المناطق الأخرى التي لم تحرر. نعم. دكتور حسين، يعني داعش اليوم الموجود في تل عفر هو ليس كداعش اللي كان موجود في الموصل. اليوم في تل عفر هناك خلاف بين القادة المحليين والقادة الأجانب، هناك إذا صح التعبير هناك انقسام، هناك شق في الصف. كيف سيستفيد الجيش العراقي والقوات العراقية اليوم من هذا الواقع، من واقع داعش في تل عفر حاليا؟ يعني أكيد كل التقديرات الاستخبارية التي نشرت الآن عن تصريحات القادة العراقيين والتخمينات الاستخبارية لا يتعدى مقاتلي كيان داعش الإرهابي ما بين 3 إلى 2000 مقاتل، وبالتالي هذه فرصة كبيرة للانقضاض عليه. قد يشكل 30 إلى 40% منهم مقاتلين أجانب، والبقية هم مقاتلين محليين. السكان يعني كما أشرت حضرتك ما بين 300 إلى 350 وفقا للتقديرات لعام 2012 طبعا على اساس البطاقه التمويليه، وبالتالي لم يبقى منهم الا 10% من السكان، وهذا عامل قد يكون فرصه للقوات اثناء التقدم، لكن بالمقابل تكتيكات كيان داعش الارهابي التي قد يستخدمها قد تعيق تقدم القوات في المرحله، يعني المرحله الاستراتيجيه ومرحله الاقتحام. قد يستخدم السيارات المفخخه، قد يستخدم الصواريخ، قد يستخدم الطائرات المسيره التي تحمل قنابر مفخخه، وكذلك قد يستخدم بعض قذائف الكلور الغير معالج، وهي قذائف بسيطه ومسيطر عليها. وبالتالي قدرات كيان داعش الإرهابي مثل ما ذكرت حضرتك انه هي ليست كما كان كيان داعش الإرهابي في عام 2014 او 15، وبالتالي هنالك تقهقر وهنالك تراجع وهنالك انكسار وهنالك انهيار. والاشكاليه الكبيره التي يواجهها كيان داعش الإرهابي انه محاصر من 4 جهات. نعم قد تكون هنالك طرق ميثميه هو يدركها وستمسكها القوات الاستخباريه التابعه لجهاز مكافحه الإرهاب او للجيش العراقي او للحشد الشعبي او للشرطه الاتحاديه، لكن بالمقابل الى انه نسب الهروب قليله جدا وتكاد تكون معدومه في بعض المحاور. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسين علاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.